سؤال سريع او لا اتفضل. هيستفزك يا مدام، بس انا نفسي اساله بعد اذنك. هساله، هل مريهان حسين تقبل تكون زوجة تانية لرجل في كل المواصفات، يعني في كل الحاجات اللي انت قلتيها دلوقتي، تقبلي ولا لا؟ افكر لا. لا لا حتى لو فيه من غير تفكير، لا، لاني ما اقدرش اكون في ست تانية في حياة الراجل اللي انا بحبه. انا زي الفريك، ما احبش الشريك.